ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. بنعتذر اننا تأخرنا عليكم شوية، بس عشان نرجع بمفاجأة كبيرة اللي كل الفانز مستنيها، وهي واخيرا ميعاد ولادة ندى مراد برنس مصر. معانا اليوم ميعاد الولادة، وكمان مفاجأة حصرية لكل فانز برنس مصر. نوع المولود يا ترى هيكون ايه؟ وده هيكون الجزء الاول في الفيديو والخبر الحلو كمان. لكن في خبر تاني مش حلو عن ايه يا احلى، وسبب حزنها، وكمان معلومات مهمة جدا عن أمنية القوة وليه مش عاوزة تصور مع آية. وأخيرا معانا خبر حصري عن سوكا ورجوعها الأفلام من تاني. فيديو اليوم حلو جدا ومليان بالمفاجآت، بس كملوه. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وطبعا هنبدا بالخبر الوحش عشان نختم باحلى المفاجآت، وهو ولاده ندى مراد برنس مصر. والحقيقه ايه بقالها فتره كبيره في حزن، لكن بتخرج مع غزل ويزن عشان تفرحهم. يويا شاركتنا الستوري دي على الانستجرام، وهي اغنيه رومانسيه زي اي حد ممكن يفكر ان دي ايد عبد الله زوجها، لكن دي كانت ايد غزل وكانت هنا لابسة نفس الطقم ده. بعدها على طول ايه شاركت حالة حزينة جدا وقالت فيها اول مرة حس قلبي بيطلع من مكانه، وصلت المرحلة مش قادرة اتحمل ولا كلمة ولا فعل ولا اي شيء، ما ادري كيف بتعدي الايام، يا رب اكبر بقلبي وخاطري، وقالت في الاخر يا رب. وبعدها كمان قالت دعاء لراحة البال. آية بالرغم انها بتضحك في الفيديوهات والافلام، لكن هي زعلانة جدا من حاجة. ربنا يريح بالك يا آية، ونشوفك دايما سعيدة ومبسوطة. رب تحققي كل اللي بتتمنيه، ما تزعليش، احنا كلنا معاكي وورانا جيش كبير هو فانز برنس مصر. عاوزين كلمة لآية احلى تعبر عن حبكم ليها، قولولنا في الكومنتات. ودلوقتي تعالوا نعرف أمنية القوة ما تصورتش عند آية أحلى ليه. والحقيقة آية لما جابت هدية لتيتو كانوا في شقة عمو صالح الجمل. آية كانت بتصور تيتو بالهدية، وأمنية القوة كانت قاعدة بعيد ومش مركزة معاهم، بس فجأة الكاميرا بعدت شوية، وده عشان آية أحلى كانت بتبوس تيتو وما صورتش أمنية عشان كده. لكن زي ما قلنا كتير مفيش اي سبب يمنع ان امنية تصور عند آية، هي بتحب امنية جدا، هما اخوات وبيحبوا بعض جدا، ربنا يخليهم لبعض. ودلوقتي قبل ما نروح للخبر الحلو معانا، هنعرف خبر جديد عن سوكا ورجوعها الافلام من تاني. ياسمين صاحبة سوكا الانتيم شاركتنا بصورة جديدة ليها مع سوكا، لكن الغريب ان سوكا ما ردتش عليها. بالنسبة للأفلام، سوكا مفيش أي خبر عنها في الأفلام هترجع تاني ولا لأ. العيلة دلوقتي مفيهاش غير ممثلين جداد هما الاتنين اللي شفناهم، لكن انتظروا فصل الشتا يخلص ونشوف كمان العيلة هترجعهم ولا لأ، والقرار الأخير هيكون ليهم. ودلوقتي وأخيرا هنروح لمفاجأة ندى مراد برنس مصر وتجهيز شنطة الولادة لندى. بس في الاول قبل المفاجأة هنعرف السبب اخيرا اللي خلى ندى ما تقولش طول الفترة دي ميعاد الولادة. زي ما قلنا هي كانت عاوزة تخلي ميعاد الولادة مفاجأة، وفي سبب تاني هنعرفه لما نكمل الفيديو. ندى بدأت في تجهيز شنطة الولادة. حقيقي كل الفانز متحمس جدا لولادة ندى، وكمان لنوع البيبي وكمان اسمه. تعالوا الاول نشوف احساس بيبي مكة في استقبال نونو جديد، يا ترى مبسوطة ولا لا؟ تعالوا نشوفه ونرجع تاني على طول. يا مكة ايه احساسك وفي نونو جديد جاي؟ في نونو جديد جاي، مبسوطة ولا لا؟ مبسوطة؟ هتشيليه؟ هتحميه؟ وزي ما شفنا كوكي مبسوطة جدا بالنونو الجديد، بس هي مش عارفة تعبر عن فرحتها. ندوشة بدأت بشنطة البيبي وعرفنا هتلبسه ايه، وهنا ندى كانت عسولة جدا ما شاء الله عليها. هي هتولد البيبي في الشتاء، وقالت انها سعانة قوي هي والبيبي، ربنا يجيبه بالسلامة. تعالوا بقى نعرف السبب التاني اللي أجل ميعاد الولادة، وهو برنس مصر كان عاوز ميعاد الولادة يكون يوم عيد ميلاده، لكن ندى الدكتورة قالت لها لازم تولدي في اليوم ده، هنقوله بس في آخر الفيديو.
يعني يا جماعة برنس مصر والنونو الجديد هيكونوا في نفس الشهر عيد ميلادهم. تعالوا نعرف احساس برنس مصر ايه ونرجع تاني على طول. طب محمد ايه احساسك وانت جاي؟ مبسوط جدا والله. طب احساس ايه كده؟ نفس احساس مكة ولا اكبر ولا اصغر ولا ايه؟ نفس احساس مكة. بالظبط بالظبط. ومتحمسين تشوفوه؟ اه جدا 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 جدا. انا عايزه تقول دلوقتي عشان تشوفوه. زي ما سمعنا برنس مصر فرحان جدا بالبيبي الجديد، ربنا يكمل فرحته ويجي بالسلامه. انا مشتاقه جدا تشوف النونو وحاسه انه هيطلع كتير بيشبه بيبي مكه، عشان كوكي كانت قاعدة معاها طول الوقت وكمان كانت مجنناها. روحي مكه كانت بتحط التتينة على بطن ندى عشان تحطها للبيبي، واكيد دلوقتي كلكم عرفتوا نوع البيبي. احنا مستنيين بيبي ولد زي ما قلنا كتير لكل الفن. اخيرا يا جماعة جنس المولود لبرنس مصر هو ولد، كوكي قالت اخويا، وطبعا من لبس النونو اكيد عرفتوا لان لبس النونو كله ازرق وده دليل على انه ولد. وطبعا زي ما شفنا جلجل برضو استقبلت اصالة باللبس الابيض. كمان ندى مرات برنس مصر جايبة للنونو سالوبيت ابيض في لبس الولادة. هما ما بيحبوش الالوان البنك او الازرق، هو الابيض وبس. جلجل كانت بتقول هنا ان في لغز للولادة وان المولود هيكونوا توأم، وهنا جلجل كانت بتهزر مولود برنس مصر ان شاء الله هيكون ولد. بس ندوشة جايبة لبس كتير عشان الجو هيكون برد جدا وخايفة يبرد منها. طبعا البامبرز ده اكيد كل الفانز فاكرين هي خدته منين. طبعا لكل اللي متابع ندى واحمد اكيد هيعرف، هو في اسبوع بيبي اصالة برنس مصر لقى في البامبرز وادان ندى انها هي اللي هتولد بعد ندى جلجل على طول. واخيرا تعالوا نشوف شعور ندى بالنونو الجديد، بجد كانت فرحانة جدا. تعالوا نشوفه ونرجع على طول. حابة اقول ايه؟ ربنا يقوي بالسلامه ويجيبولي بالسلامه ان شاء الله، وربنا يخليهولي ويخليلي مكه ويخليلي محمد عشان ما يزعلش فيقولي لا بصي. وزي ما شفنا ندى فرحانة جدا بالنونو الجديد وكمان مشتاقة تشوفه قوي. دوشة خايفة جدا من مكة على النونو الجديد، بس بحب نقولك يا ندى كوكي ان شاء الله هتبقى طيبة جدا وجميلة معاه. ان شاء الله تكون ولادتك سهلة وتجيب لنا البيبي بالسلامة. معاد ولادة ندى مراد برنس مصر ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي، يكون فلوج قوي جدا عند برنس مصر، استنونا. طبعا اسم البيبي هيكون مفاجأة من برنس مصر لكل الفانز. بس ندى تقوم بالسلامة، ربنا يقومك بالسلامة يا ندوشة ويجي النونو على خير. عاوزين كل فانز برنس مصر يباركوا لندى في الكومنتات ويقولوا لنا محمد هيسمي النونو ايه، وكل اللي هيقول الاسم صح هيطلع معانا في الكومنتات بس في فيديو الولادة. بس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم. هو ايه السؤال؟ هو سألناه في الفيديو، ياريت تجاوبونا عليه في الكومنتات. عاوزين كل الفانز يعمل شير للفيديو ده، وكمان ما تنسوش باللايكات يا اجمل جيش. كملوا الفيديو معنا عشان تشوفوا اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.